طبعا خير يا هلومه. بقولك ايه؟ خلي المعلم حرب يبعد عن المعلم نجم احسن له. وانا مالي وماله يا اخويا؟ هو في سكته وانا في سكتي. ايه بقى؟ هو جوزك ولا ايه؟ بالاسم وحياتك حسرة عليا وعلى بنتك. بقول لي يا معلم، مش ناوي تيجي تصفي الحساب اللي ليكم؟ هبعت لك الواد الاعصر ياخد الحساب كله. طب عدي خدهم انا يا بناتي. يعني ايه يا بناتي يا بنت؟ امشي تعالي من هنا. امشي يا بنت يا فاطمه، روح اشوف شغلك. حساب فين يا معلم؟ وانا بقالي زمان ما اتحاسبتش. عناية يا هنوم. هستناك الليله في البيت بعد العشاء. هما كلمتين ورد غطاء. تاخد اللي ليك وتديني اللي ليا. هيحصل. طب ودين النبي ما في مرة هتاخدك مني يا عمر؟ الله واحد ملوش تاني، العدد ثلاثة. هلا سيد، ودرمي دول على دول في البيت. ماشي يا معلم. ولا اقول لك خليهم معاك لغايه ما نروح؟ واجب يا معلم. بقول ايه يا معلم؟ السوق مبشبش اللي من دول، ما تبعت لي 10 في حتت بدل 8. تاخد عليهم حتتين كبير. الله، ما انا خدت المره اللي فاتت. هو كده عاجب ولا بلاش خالص؟ عاجب يا معلم. دلدلو دندشة كيد الأسطوات أتقرقش قرقش عالطبلة والصاجات. دلدلو دندشة كيد الأسطوات يا أم دندشة. سي عمر اتفضل. يا سي عمر خطوة عزيز، تعب نفسك كده ليه يا عمر؟ من يد من عدم؟ اتفضل يا سعاد. ازيك يا هنوم؟ تسلم يا سيدي الرجال. اعمل لك فنجان قهوة؟ كمان عندي بن محوج، انما اللي يدوقه ايه ما ينساهوش ابدا. انا جاي عشان ادوقه يا هنوم. عينيا يا سعاد، هحضر لك الحساب حالا.